اوري حضراتكم فيديو دلوقتي يوريكم الوضع في مصر راح لفين. سيبك بقى لا انتخابات ولا تقول لي توكيلات ولا احمد طنطاوي مع احترامي ليه ولا عبد الفتاح السيسي ولا ده كله، واوعى تقول لي ان احتياج الناس للسلع الغذائيه ولا احتياج الناس للرز ولا احتياج الناس للكرتونه ولا علبه الحلاوه ولا ال 200 جنيه هم السبب اللي بيخلوا الناس تقف طابور. لا، عزة النفس لا تباع ولا تشترى، لكن هوريك فيديو دلوقتي يوريك مصر راحت لفين، ولا يفرق مع العسكر ولا الامن الوطني ولا لجان السيسي ولا اعلام السيسي، هذه البلد تقوم لها قائمة ولا لا؟ لكن في البداية لازم اسمعك الفيديو الصغير ده بتاع عبد الفتاح السيسي. ينفع التعليم في ايه مع وطن ضايع؟ عارفين يا جماعة دولة سنغافورة لما قامت وبقت سنغافورة الآن من النمور الآسيوية، دول النمور الآسيوية في التقدم وواحدة من كبرى اقتصاديات العالم، بدأت بالتعليم. الصين بدأت بالتعليم، شوفوهم راحت فين دلوقتي في مصافي 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 الأمم اقتصاديا وعلميا وتكنولوجيا وفي كل شيء، بدأوا بالتعليم. كل اللي قلته لك ده علشان فيديو واحد شفته دلوقتي، السيسي والأمن الوطني أمروا المدرسين في المدارس بخروج الطلاب من المدارس، سابوا الحصص، سابوا الدراسة. النهاردة أول يوم دراسة في مصر، كل سنة وأنتم طيبين، أبنائنا الطلاب كل عام وأنتم بخير. أجبروهم يسيبوا المدارس علشان ينزلوا يدعموا السيسي اللي هو كده 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 بالجيش وبالشرطة وبالقضاء اللي هو ورا مصنع الكراسي واخدها واخدها. خرجوا الطلاب بالشكل ده من المدارس. قلتلك سيبك بقى من اكل وشرب ومفيش سكر ومفيش زيت والغلاء والبطاطس والرز، اركن ده، اركن السيدات الفضليات، احنا اهو الواحد محدد في كل كلمه بيقولها، اركن السيدات الفضليات اللي بيخرجوا يدعموا السيسي ويطبلوا له والكلام ده كله علشان علبه حلاوه. لا، عزه النفس لا تباع ولا تشترى. هناك ناس مش لاقيين قوت يومهم لكن اعزاء النفس بالشكل ده. اقول حسب الله ونعم الوكيل للناس اللي بتقبض وتاخد كراتين، وعايز اقول حسب الله ونعم الوكيل في اللي يضيع البلد. فالسبب لما بتشوف واحده او واحد يخرج يدعم السيسي وهو مش لاقي اللضى، اوعى تقول لي سبب ان مفيش اكل. لا 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 لا, لا, لا. سبب ان مفيش علم، سبب ان اللي عمله العسكر 70 سنه في الناس، سبب اللي وصل الناس لده قله الوعي. علشان كده ليه السيسي لما يخرج زي ما السكرين امام حضرتك بيتكلم عن الاعلام الخارجي وعننا ويقول لك دول هيتحاسبوا، علشان بنوعي الناس، نزعم ان احنا بنوعي الناس علشان المعلومه اللي بتوصل للناس. لما يخرج الطلاب التلاميذ والطلاب من المدارس، من المدارس في اول يوم دراسه ولا حتى اليوم العاشر اتخرجهم من المدرسه علشان يخرجوا يهتفوا لك، لا والمدرسين ماشيين. والمدرسين ماشيين، اللي هو ممكن تقول لي طب ما انت بتتكلم عن العلم، المدرسين ماشيين في ما هو احيانا في هناك عالم 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 لكن لم يصل حتى الان لعباده الله عز وجل، وعالم عالم ها عالم طلع الفضاء واكتشف واخترع لكن لم يصل لعباده الله عز وجل، لكن في فئه من الناس اللي هو الحق واضح وضوح العيان كشمس اغسطس لكنه يرفضه وينكره، بل ان ساعات ربنا سبحانه وتعالى يطمس عليه فلا يراه لا يراه. بسم الله الرحمن الرحيم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ده كلامي على المدرسين اللي وافقوا الطلاب ينزلوا الشارع، عشان بس ما تقولش ما المدرسين بيقروا ويكتبوا وقف للمعلم وهو فيه التبجيل. لا عادي، في معلم بيقرا ويكتب ويعلم الطالب لكن يعرف الحق وينكره. وطئة الأمن الوطني لا تغفر لأحد. السيدة اللي لسه بقى موري حضرتك الفيديو ليها، رغم ما فيها من تردي أوضاع معيشية ومش لاقية اللضى، لكنها رفضت أن تكون أداة غير السيدات الأخريات الفضليات اللي بيدعموا السيسي بالشكل ده. فيديو خروج الطالب أو الطلاب من المدارس، لا لا والله الذي لا إله إلا هو، ما في رئيس دولة شفته في الكرة الأرضية يقدر يعمل الحركة دي.
اردوغان ده لو عملها ده اردوغان ده الشعب التركي يدخل يجيبه من القصر كده، تعالى كده يطلعوه كده. انت ايه ده؟ تطلع طلاب المدرسه؟ ده دي في اي دوله في العالم الا الطلاب. شاطر بس في مصر يقول لك لا سياسه في الدين ولا دين في السياسه، رغم ان السياسه جزء من الدين، لكن يقول لك لا سياسه في الدين ولا دين في السياسه. طب ما هو التعليم، طب ايه رايك في التعليم؟ لا زبادي في الخلاط، زبادي في الخلاط ابراهيم، زبادي في الخلاط. مش في مصلحه الدكتاتور يمشي، مش محمد مختار جمعه بيتكلم في الدين طالما في مصلحه السيسي يمشي، مش علي جمعه بيتكلم في الدين اهو دين في السياسه بس تمشي، ما هو في مصلحه الدكتاتور عديها. احنا نستخدم ايات الله عز وجل في اللي يناسبنا، مش احمد الطيب ساكت مع السيسي وبسقف له امبارح على اللي السيسي بيقوله تمشي هذه الجزئيه، تمشي نمشيها. انما فكره حد يا جماعه يخرج، فين العقلاء في هذه البلد لما الطلاب يخلوهم يسيبوا المدرسه علشان ينزلوا يدعموا السيسي، عشان ينزل يدعم السيسي؟ ازاي يا جماعه؟ احنا ازاي يعني؟ بعيدا عن اي شيء، سيبك بقى من اللي هياخد انتخابات، سيبك دي مسرحيه، سيبك من كل ده، احنا ازاي وصلنا للمرحله دي؟ لسه بقول لك سنغافوره لم تتطور الا بالتعليم. ازاي نوصل لمرحله الامن الوطني يرفع تليفون، ولا حته امين شرطه يرفع تليفون على مدير مدرسه يقول له بقول لك ايه يا ولد، لمدير المدرسه امين شرطه، امين شرطه في الامن الوطني يرفع التليفون لمدير مدرسه ولا لوكيل الوزاره ولا لوزير التربيه والتعليم ذاته؟ بقول لك ايه يا ولد، يتقال له كده يا ولد، ولد يا مدير المدرسه، ولد يا وزير، خرج لي الطلاب في الشارع علشان تدعم السيسي بالشكل ده. ازاي يا جماعه احنا رايحين فين؟ ازاي؟ ازاي وصلنا للليفل ده؟ سيبك من الانتخابات، سيبك من الانتخابات. علشان كده دايما بعيد واقول لحضراتكم اذا اراد هذا الشعب المصري ان يتخلص مما يعيشه الان فعليه بالعلم ثم العلم ثم العلم ثم الوعي ثم الوعي ثم الوعي ثم الوعي قبل الاكل والشرب. لو حصلت على الوعي واخدت حريتك هيجي معاها الاكل والشرب اللي متغمس بكرامه. انما نوصل لمرحله الطلاب في اول يوم دراسه بلبس المدارس وشنطه المدرسه، ستوب وقف، اجازه من الحصص النهارده، احنا النهارده اول يوم دراسه هنعمل لها توزيع الجداول بس، انها خد يا فسحه. اخرج انت وهو بس ادعموا السيسي. ازاي؟ ازاي وصلنا لكده؟ ده سؤال يا جماعه محتاجين نسال. ازاي وصلنا لكده؟ علشان السيسي. طب يا ابني ما انت كده كده ناجح، ما انت كده كده ناجح، واللي جنب بتوعك اللي بتاجرهم بالايجار بالساعه وبالليله والكلام قال لك انت كده كده ناجح. ايه اللي وديك لمرحله الطلاب اللي هم اصلا ما لهمش صوت انتخابي؟ ليه؟ ليه وصلنا للمرحله دي؟ هل انت عايز تقنعني الطالب اللي في اولى ابتدائي وثانيه وثالثه ورابعه وخمسه ابتدائي ولا لغايه ثانيه اعدادي وثالثه اعدادي مع احترامي لكل الفئات العمريه، هل هم مدركين سياسيه السياسه وايه السيسي وانتخاب؟ مش مدركين يعني، اغلبهم مش فاهمين ايه اللي بيحصل، فانت تطلعهم عشان تعمل بهم لقطه؟ يعني انت لجانك واعلامك وطبلك وزمرك وحزب مستقبل وطن وحلاوه المولد واللحمه وال200 جنيه كل ده مش مكفيك؟ العقده اللي عندك وصلت لمرحله بتطلع طلاب المدارس من الحصص في اول يوم دراسه تقول لهم انزلوا دعموا السيسي؟ مشهد له ما بعده والله. سيبك من كل شيء، حط المشهد ده ماستر سين، تعرف مصر رايحه فين لو استمر هذا الشيء 6 سنوات؟ قسما بالله مصر هتشاور عليها دول العالم، دول العالم كده اهو، بان هذه الدوله التجربه الرسميه والحياتيه لفكره الخائن اللي اتحط على كرسي الجمهوريه بانقلاب عسكري ودى مصر لهذا الوضع. سلام عليكم.